أحسن الله إليكم. فضيلة الشيخ يقول: هذا أنا شاب في العشرينات وفي نيتي الزواج لأنني أطلب العفاف، وقرأت مقالا عن الزواج المبكر بأنه ليس مناسبا بالنسبة للشاب أو الشابة لأنهم لم يكونوا أنفسهم وغير ناضجين ولم يتعلموا من الحياة، ما صحة ذلك؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، لأن الشباب مظنة الشهوة ويخشى عليهم من الفتنة. فهذا الذي يقول لا يتزوج الشاب مبكرا هذا خلاف السنة، ويقول قولا من رأسه لا أصل له، أو يقلد فيه من يحاربون الزواج الآن ويقللون من شأنه. نعم.